أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم الخميس مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية سيزيام دورة جوان 2022. وقال وزير التربية خلال أشرافه على انطلاق المناظرة بمدرسة 2 مارس برادس من ولاية بن عروس، قال إن 57,367 تلميذا يجتازون هذه المناظرة، 56% منهم من الإناث، موزعين على 297 مركز امتحان في كامل تراب الجمهورية. وقد دعا وزير التربية فتح السلاوتي الأولية إلى تخفيف الضغط على أبنائهم التلاميذ. سعيد بإعطاء شرط انطلاق امتحانات سيزيام من رادس، من تحديدا المدرسة الإعدادية 2 مارس 34، اللي في الحقيقة حققت أحسن نتائج السنة الفارطة من ناحية نسبة اللي دخلوا الإعداديات النموذجية السنة الفارطة على تونس الكبرى كل، وفيها اليوم 248 تلميذ من 10 مدارس ابتدائية، 5 خاصة و5 عمومية. لابد من إشارة هنا أنه اليوم عندنا تقريبا 57,367 تلميذ يعديوا المناظرة هذه، منهم 56% بنات والبقية بتبيع أولاد. لابد من إشارة كذلك أنه عندنا 297 مركز امتحان على مستوى تونس الكل. نتمنى التوفيق والنجاح لوليداتنا، وخاصة نوصل والديهم باش يخفوا عليهم الضغط، لأنه ما هي إلا مناظرة، وبالطبيعة من سوء الحظ أنه العدد متاع المراكز اللي يتناظروا عليهم 57,000 هو في حدود 3,400 فقط. لكن هذا ما يمنعش من أنه نأكدوا على الأولياء اللي ما يركزوش بارشة مع المسألة مع وليداتهم، وراهو عدم التمكن من الذهاب إلى أعدادية نموذجية ما هيش آخر الدنيا، بالعكس زال عندهم فرص وينجموا ينجحوا في التعليم العمومي العادي ولا في غيره. تشرع الحكومة في إصدار الملاحق التعديلية لزيادة في الأجور في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بداية من يوم الجمعة المقبل، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود في بلاغ لها. وأفاد الكاتب العام لحبيب الحزامي في كلمة نشرتها الجامعة على صفحتها بموقع فيسبوك أن وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزهي قد تعهد بأن تبدأ الحكومة في نشر الملاحق التعديلية لزيادة في الأجور بالقطاع لسنتي 2021 و2022 بداية من يوم الجمعة المقبل على الرائد الرسمي، مشيرا إلى أن وفدا من الجامعة كان التقى الوزير يوم أمس. دوليا تترقب أوكرانيا اليوم الخميس ما سيؤول إليه قرار الاتحاد الأوروبي بشأن انضمامها إليه، في خطوة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا بعد 4 أشهر على بدء الهجوم الروسي على هذا البلد. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس حلفاء بلاده إلى الإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى تكافئ القدرة العسكرية الأوكرانية تلك روسيا في ساحة المعركة. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحيت فام، لكم أجمل تحيات سام حمدي، في أمان الله. موجز الأخبار على الحيت فام.